تسلق الجبال يمكن من الرياضات الخطرة، لكن مش ناس كتير بتبقى فاهمة. هل ممكن السيدات ان هي كمان يكون عندنا بطلات في هذه الرياضة؟ لا، احنا معانا بطلة فعلا من بطلات تسلق الجبال، وهي امرأة مصرية قدرت انها تقهر جبال اوروبا تحديدا، وكمان تروح لاعلى قمة جبلية. خلينا نعرف التفاصيل، وكمان هي المفاجأة، معرفش حضراتكم خدتوا بالكم من الفيديو ولا لا، بس هي جسمانيا يعني مينيون زي ما بيقولوا، او يعني رفيعة. خلينا نرحب ببطلتنا نورهان رفاعي، أول مصرية تسلقت أعلى قمة جبال بأوروبا. صباح الخير عليكي. صباح النور يا هوان. منورة الدنيا. ميرسي يا كريم. أهي المرفوزة اللي هوان دي، ده اللي هيجنني. أنا مستني أشوف غضنفر، في وحش داخل علينا، لقيت عصفورة داخلة، فمش عارف هنقنع الناس إزاي إن أنت بطلة في الرياضة دي. مش بالشكل يا كريم، مش بالشكل. طب إزاي بقى؟ إزاي الكلام ده؟ ممكن نعمل أي حاجة. لا يعني حقيقي من الرياضات اللي زي ما هوان أكدت فعلا مش العادي ان احنا نشوف فتيات بصفه خاصه بيلعبوها. يمكن تخافوا على ضوافرك، الضوافر بقى والقصه والحاجات دي، لكن انت واضح ان انت قطعتي شوط كبير في الرياضه دي. فعايزين نعرف منك في البدايه، بدايتك مع هذه الرياضه وتجربتك معها عامله ازاي؟ اوكي، هي البدايه كانت من 11 سنه، كان من كتير قوي، وجت بالصدفه. كنت بسافر مع اصحابي بقى شرم وغردقه والاقصر ونشوف ونتفسح وكده، وبعد كده قالوا احنا رايحين سانت كاترين، وانا ما رحتش ايه سانت كاترين دي يا جماعه، فرحت قالوا لي لا صعبه وجبل، وبرضو عملوا نفس الكومنت، لا انتي صغنونه ومش عارفه ايه. قلت لهم لا انا هحب اجرب. رحنا اسبوع سانت كاترين، قعدنا وعملنا كامبينج ورحنا جبل باب الدنيا. والرحله بصراحه كانت صعبه لينا، ان احنا كنا بايتين في حته بعيده قوي، فاضطرينا ان احنا نعمل هايك حوالي 13 ساعه في اليوم، فبالنسبه لي كان اول مره، وفي يوم واحد كده 13 ساعه، فكان بالنسبه لي ايه ده اللي بيحصل. بس انا لما رحت وقعدت الاسبوع هناك اتبسطت وحبيت الطبيعه وحبيت الجبال، فبقيت على طول اسافر معاهم صراحه، يعني انطلقت بقى في الجبال. طب نورهان احكي لنا، يعني ابتدت كده ان انت رايحه صدفه، وبعدين ابتديتي تجربي الموضوع، حسيتي ان انت حباه جدا، بعدين ابتديتي تاخديها كاحترافيه بقى. اول حاجه كانت قمه جبل تسلقتيها بس بشكل احترافي. اوكي، طبعا هو سانت كاترين جميله وفيها جبال صعبه، وساعات بقول على في هنا جبال اصعب من بره بصراحه كتير، يعني سانت كاترين جميله. بس بره بقى اول سفريه ليا كانت في روسيا، رحت سنه 2015. برضو كنا قاعدين في سانت كاترين مع جروب صحابي، وواحد فيهم قال انه مسافر جبل البروس، اعلى قمه في اوروبا، من الاعلى 7 قمم في العالم، 7 سامتس. وانا كان نفسي اطلع بره، وكان نفسي في حلم السيفن سامتس ده، بس ما كنتش لسه فاهماه قوي. فقلت له طب انا حابه اشاركك الرحله، فطبعا هو برضو خاف وقال لي طب ذاكري الاول. فقعدت 3 ايام اذاكر الجبل وشفت فيديوز وقريت كل حاجه، وكلمته بعد 3 ايام قلت له نجحت. تذاكريه بمعنى انك تعرفي كل التفاصيل المتعلقه بيه والارتفاع والصعوبات اللي فيه وكده؟ بالظبط، اتفرجت على فيديوز ناس طلعت قبل كده، الشركات كاتبه ايه، بيطلعوا ازاي، بيقعدوا كام يوم، بيعملوا ايه، بياكلوا فين، كل حاجه. وشفت فيديوز الناس وهي طالعه، فبحيث ان انا لما رحت انا فاهمه هشوف ايه. يعني انا كنت طبيعه الجبل نفسها صخريه، ما اتخضتش من اللي انا شفته، ان انا اوريدي كنت شايفه فيديوز كتيره. فهو دي المذاكره، ارتفاعه واكله ولبسه. بس بشكل عام يا نورهان، ايه اللي يعني ايه الفروقات ما بين الجبال وبعضها؟ يعني ايه اللي بيخلي الجبل ده اصعب من الجبل ده؟ هو طبعا الارتفاع ده عامل جامد قوي، يعني الارتفاع والجو. يعني انا رحت في جبل في الارجنتين، الجو بتاعه صعب قوي، الجو الهواء اكشولي وقعني طيرني عشان انا قد كده، وقعت طرت بجد من الهواء. فهو كل جبل وليه طبيعه مختلفه، فيه جبل ما تمشيش هايكنج كده زي الصور مثلا ان احنا ماشيين هايكنج كده بس طالعين، لا في جبل انت بتطلع بايدك ورجلك وسكرامبلينج. فكل جبل وليه طبيعته. يعني طب انتي عملتي دراستك لطبيعه الجبل، لكن انتي بقى تمرينات الخاصه بيكي، هل في تمرينات معينه للاكتاف يعني برضو؟ هو انا بتجهزي ازاي؟ وانا بلعب رياضه من وانا عندي 10 سنين. طيب عشان كده اكيد فرقه طبعا. فهي الحمد لله فرقه معايا. فلما هو قال لي كان كمان 3 شهور، فبالنسبه لي انا ما اتخضيتش، ان انا بس زودت تمريني في 3 شهور شويه. يعني كنت بنزل اجري، كنت تقريبا ما كنتش بعمل حاجات قوي، كنت بلعب ايروبكس، بنزل اجري، بروح كروسفيت، كنت بروح كروسفيت.
فاصل انا لعبت حاجات كتيره قوي فبس زودت شويه بس ما مش طب في بنات عشان بس نطمن كريم يعني في بنات كتير لا ما اقصدش نطمنه ان الرياضه دي فيها النساء كتير لا يعني فيها عنصر النسائي كتير لا ده الرياضه مقطريه لا فيها بنات بس احنا جامدين على الجبل بس غير المره اللي الهواء طيرك فيها ما كنتيش مثلا مره اتعرضتي لموقف فعلا صعب او خطر مره حسيتي ان انت لا دي اخر مره انا همارس فيها الرياضه دي وهروح العب بلياردو كتير كتير دايما بيحصل لا كتير و... يعني زيك اكتر ذكرى كانت غير عطره بالنسبه لي لا يعني في كذا مره ممكن احكي لك في روسيا مثلا في روسيا جيت في ليفل كده انا مش هكمل اللي هو طب ايه انا مش هكمل انا تعبانه مش هكمل وسقعانه طبعا وكان مره اول مره اشوف ثلج واول مره اتسلق في ثلج والبس تقدري تنسحبي في اي وقت ولا الموضوع اقدر فساعتها خفت ولا مش هكمل وكده بس الجايد كان فاهم ان في صعوبه عادي فراح احنا طبعا لابسين الحبال والهارنس والحاجات دي فراح مطلع حبل من عنده راح شبكه فيا طوله مترين كده ولا ومشي اللي هو فانا ماشي قلت له انا تعبانه قال لي لا يور نوت يا ابني اصبر وفعلا طلعت وانا كويسه وقال لي انت بس كنت خايفه وزعانه فيعني دي حاجه من الحاجات بس طب هل حد بيتصاب نسب الاصابات او ولا لا هو الحمد لله نسب اصابات او حتى في الرحلات اللي انا طلعت فيها يعني الحمد لله ما فيش حاجه ميجر يعني فالحمد لله حاجات عاديه لو altitude sickness خدوش بسيطه لا التعوير وحاجات دي عادي لا انا على طول اي جبل لازم ارجع متعوره عادي طب انت قلت لنا في مجمل اجابتك على سؤال من الاسئله اللي فاتت ان احنا عندنا في مصر في جبال ممكن تبقى تسلقها اصعب بكتير من جبال موجوده في اوروبا ايه هي الجبال دي وبشكل عام عشان يمكن الناس ما يعرفوش غير ان في مصر عندنا في منطقه سانت كاترين تحديدا دي المنطقه الوحيده اللي ممكن يكون فيها تسلق للجبال فهل في اماكن ثانيه مجهوله بالنسبه لنا احنا رحنا الغردقه في جبل اسمه شايب البنات الجبل ده بصراحه شايب البنات شايب البنات شايب البنات تقريبا هو شايب البنات مش عارفه انا مش فاكره عامل ازاي الجبل ده الجبل ده طلعنا مجموعه صغيره حتى ما يعني ما قلناش لحد الا الناس الشاطره قوي وطلعنا جروب كده صغير 9 مثلا وبصراحه الجبل علم علينا احنا 9 ليه بقى عامل ازاي هو يعني هو مفيش طريق يعني في سانت كاترين تلاقي شويه في طريق في تريل كده انت ماشي فيه او الدنيا باينه لو حتى الجايد بعد عنك انت عارف هتمشي ازاي الجبل ده انت مش عارف هتمشي ازاي هو يعني اسمه فيرجن قوي مفيش حد ماشي كتير هناك قوي والجايدز حتى مش يعني الجايدز مش بيعملوا رحلات كتير والدنيا تحس ان مفيش حد جه قبلك فانت بتنط من هنا على هي مش انت شايف حاجه انت ماشي ورا الجايد وتقعد تنط صخور كبيره وشايب البنات ده تقريبا كله كان كده بقى يعني احنا ما مشيناش دي خالص انا بتنطط يعني انا الجزمه اتقطعت والبنطلون اتقطع وتعورت ايديا اتعورت ورجليا اتعورت بس بصراحه احنا كلنا اتبسطنا يعني بعد ما رجعنا كلنا اتبسطنا وقعدنا 15 ساعه هايك ورا بعض بدانا 5 الفجر خلصنا 9 بالليل ففي الجبل ده على فكره وانا نازله وقفت كده في حته قلت لهم سيبوني انام هنا قالوا نعم هنام بس وهصحى اكمل حقي الخمسه لو كنت تعبانه يعني طب نورهان عشان الوقت بيجري برضو حابه اعرف منك هل بيبقى في سن معين للاشخاص اللي بتحب ان هي تحترف او تتسلق هذه الرياضه رياضه تسلق الجبال ولا لا لان ممكن عارفه هي برضو رياضه خطره ممكن سن معين لما حد بيبقى عنده اطفال مثلا ولا الموضوع مختلف لا ما بتاثرش لا هو انا اي بليف يعني ان مفيش اي سن ممكن يوقفك عن اي رياضه يعني الاعمار مختلفه اي حاجه احنا معانا ناس كبيره في الهايكنج واي رياضه تانية يعني انا بلعب رياضات كتير تانية انا على فكره هبدا باليه الجمعه الجايه يعني انا كنت بلعب باليه من 5 سنين بقى عن الباليه بس الرياضه دي فهي رياضه ما فيهاش اي سن خالص الرياضة يعني الرياضه دي يمكن برضو ممكن تخوف بعض الاهالي بعض اولياء الامور لان كمان على يعني على مدار مثلا اخر 20 30 سنه كل فتره والتانيه تسمعي عن وقعه معينه ناس اتحبست في الجبل نتيجه تغيرات جويه التلج نزل فاتقطع عليهم الطريق فالحاجات دي ممكن تبقى بتخوف كمان اولياء الامور اكتر من اللي بيمارسوه هو فعلا بس الحوادث دي لما احنا بنعرف طبعا في حوادث بتبقى يعني هو خلاص هي حصلت وخلاص بس في حوادث بتبقى غلطه ناس او غلطه جايد او الناس ما كانوش جنب بعض او اتفرقوا طبعا في حاجات احنا في الجبال لازم نعملها يعني ما ينفعش نتفرق ما ينفعش كل واحد يروح في حته ما ينفعش نسيب الجايد
الجايد انت لو مشي انت مش عارف انت فين، كل الجبال شبه بعض، انت مش عايش هناك زيهم. طبعا. بس طبعا الحوادث دي بتخوف اهل كتير، بس هي بجد سيف حتى اتليست هنا، في هنا وبره بصراحه انا بحس ان هي سيف قوي يعني. حلو جدا. نورهان انت نورتينا، عايش الوقت بيجري. مرسي. بس كنا سعداء بوجودك معانا حقيقي، برافو عليكي، وبنتمنى لك كل التوفيق وكل السلامه كمان في الرياضه دي، نورتينا وشرفتينا. شكرا كريم.